حلو كتير، هلقط اللي مع الشباب. لا الله بحيي شعبي مرة، وحتى ما ننسى دم الشهداء لازم كل مزارع نقول شيء للشهيد. ما هي طبعا نحن وصلنا الرسالة، وهذا انذار أخير، هذا انذار أخير. الشباب كلها جاهزين، العناصر كلها مستفرة من كل القادات من كل الفصائل، متفقين إن إذا ما اتحدوا ترى بده يصير شيء ما يعجب القادة كلها. ما خلينا شباب فاضي، الصف يا عالم يا شباب، وهذا شعار المظاهرة التوحيد على طلب ثوار الخنادق وعلى طلب أهالي المعرّة.